تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقاً ل 1.2 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي تراكمي يبلغ 2.5 مليار دولار، وهي تعهد بالتوسع أكثر لتصبح أكبر فضاء للتبادل الحر عبر العالم ورافعة حقيقية للاندماج الاقتصادي والاكتفاء الذاتي وتعزيز المنتوجات المحلية. تهدف هذه المنطقة الحرة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدان الأفريقية، والتي لا تتعدى اليوم نسبة 16%، كما ستعزز نسبة التصنيع في القارة وتقلل من الاعتماد على المواد الخام. بصفته بنك تاريخي للتجارة الخارجية، أنشئ بموجب ظهير شريف سنة 1959، يشارك بنك أوف أفريكا اليوم في دعم ومواكبة المبادلات الأفريقية البينية عبر شبكته القارية الواسعة. بنك أوف أفريكا، قارتنا، مستقبلنا.